شرف كبير ليا وبطعم خاص، لان انا ولد مكناس وولد القناه الثانيه لاكثر من 30 سنه. كنت من الاوائل اللي اشتغلوا في القناه، ومنين خديت التقاعد خرجت واحد الشركه ديال الانتاج، وهذه اول تجربه وحصل لي الشرف باش نوجد الفيلم ويتعرض في مدينتي. كيفاش جا؟ منين بديت نشتغل كان خصني نقدم شي سيناريو للقناه باش في نطاق طلبات العروض، وفكرت في بشرى جوك اللي كانت اشتغلت مع القناه، وكانت دارت الاخراج ديال البرتقاله المره اللي حظى بواحد النجاح كبير لمده اكثر من 13 سنه. ومن بعد كانت مشات خارج الوطن واتصلت بها وقلت لها حرام الكفاءات بحال هذا يمشيو يخدموا مصالح دول اخرى. قالت لي راه عندي واحد السيناريو كنت كتبته ملي كنت في المغرب نقدموه جميع. قلت لها مرحبا، هي هذيك قدمناها للقناه وتقبل. كنت واثق بان غادي تقبل، لان بشرى الجورك عندها مع السيناريو كتكتب سيناريو محبوك ومقتدرة وكتخدم بحرفية وكتوقف على الصغيرة والكبيرة، وديكشي اللي حصل بالنسبة للإنتاج. والحمد لله النتيجة راه شافها الجمهور. الأول بث ديالو في القناة الثانية سجل أكثر من 9 مليون ديال المشاهدة، كان رقم متميز، وان شاء الله باقي دابا كيتشاف في اليوتيوب كيتشاف، وغادي سيغتانمون يتعاود البث ديالو في القناه الثانيه. لا ما كاينش، كاين بزاف ديال الارقام اللي مبالغ فيها واللي كيتعطاو بدون زعما بدون توثيق، وما يمكنش الواحد يتبازى عليها. غير كاين دابا خص الواحد يفرق بين الاعمال، كاين الاعمال السينمائيه وكاين الاعمال التلفزيه. دونك السينما بوحدها كيكون عندها هي الدعم ديالها، كيكون الميزانيه كبيره بالنسبه للاعمال التلفزيه. دونك ما يمكنش تقارن. دونك الا نهضروا غير على الاعمال التلفزيه، بالنسبه للدراما المغربيه كاين الافلام التلفزيه وكاين المسلسلات. المسلسلات كيكون 30 حلقة ديال 30 دقيقة ولا 40 دقيقة، والأفلام التلفزية كيكون 90 دقيقة. الميزانية معروفة عند الجميع. بالنسبة للفيلم التلفزي الميزانية ديالو هي 100 مليون، كتعطيك القناة 100 مليون باش تدبرها باش تنتج الفيلم، وهذه الميزانية ما كافياش باش يكون داكشي بالجودة اللازمة. وسورتو الا بغينا نسوقوا اطرافير هذه الافلام التلفزيه الموارد السياحيه واللباس المغربي، دونك خص دابا هما الاكثريه كيحاولوا يديروا الافلام في نواحي الدار البيضاء ولا الرباط، لان الميزانيه ما كافياش. دونك هادشي الارقام اللي انا قلت لك خص تفرق بين الاعمال التلفزيه والاعمال السينمائيه. وبالنسبه للاعمال التلفزيه كاين هذا الشيء ديال الافلام 100 مليون، والمسلسلات كيتوصل حتى 900 ولا 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 10 مليون درهم 30 حلقه، هي 30 مليون للحلقه، ماشي ارقام خياليه. بالنسبه للدول الاخرى الارقام كبيره بزاف، ما يمكنش لا مجال للمقارنه. دونك ما خص الواحد يحتاط من ديك الارقام. بالنسبه للفيلم، نهضروا على الفيلم التلفزي اللي كيعطوا في الميزانيه كيعطوه 100 مليون، فيه المهم ديال هذه الميزانيه كتمشي للفريق التقني والممثلين.
فريق تقني ممثلين راه كيكونوا تقريبا بين 50 حتى 60 بين التقنيين والممثلين. دونك الا فرقتي عليهم ديك 50 ولا 60 ولا 70 مليون راه ما كافيه شيء وما ما يمكنش توصل لشي ارقام خياليه، لان يعني هذاك الشيء كله فيه غير مزايدات. ما كاينش غير هاد التكاليف، بيان سور كاين تكاليف اخرى منها المعدات التقنيه، خاصك تكري المعدات التقنيه، ولا خص الا خصك تمشي بعيد بحال سيدي يفني اللي كيبعد على الدار البيضاء ب 600 كيلومتر، المواصلات، الترونسبور، خاصك توكل الناس. دابا كان بالنسبه للفيلم التلفازي 50 واحد ولا 60 واحد، خاصك تسكنهم وتسكنهم في ظروف اللي كيتليق بالتصوير وبالقيمه ديال، الا بغيتي تعطي القيمه للممثلين والتقنيين خاصك تهلا فيهم باش يكون العمل جيد. دونك السكنه والماكله والمعده التقنيه والديكورات، خاصك تخلص الديكورات، ماشي كيتكرا كيتخلصوا الديكورات. كاين بيان سور ترونسبور والغازوال وما جاور ذلك، لي ميديكامون، باسكو ملي كيتورني بوندون شهر كيكونوا هذا اللي كيمرض، هذا اللي هذا، خصو الادويه. كاين هادو التكاليف المهمه، ويعني انا قلت لك 100 مليون ما كافياش. انا بالنسبه لهذه التجربه تعديت بالكثير 100 مليون. المشكل ديال المغرب سيكو سي طلبه عروض، طلبه عروض، ما يمكنلكش تستعمل سبونسور طلبه عروض. دابا القنوات كيلزموا عليك طلبات العروض، كيقول لك بغينا حنا فيلم دراما ولا كوميك ولا شي حاجه، كنعطيوك 100 مليون وانت دبر. ولأن الفيلم ديالهم ديال الانتاج ديال القناه، ما عندكش انت الحق باش تسوق المنتوج والسبونسور، داكشي ما عندكش الحق. يمكن لك تلقى مساعدات ديال الجهه ولا ديال المنطقه اللي غتورني فيها اللي غتصور فيها، واني ما يمكنش. سينو بيان سور كاين المنتج اللي كيخلص من جيبو ان بارتي. وهذه بالنسبه قلت لك الافلام التلفازيه. بالنسبه للمسلسلات ما عنديش تجربه باش يمكن لي نقول لك شنو هما التكاليف، شنو واش كيبقى الربح. ولا بد كيظهر كنظن بان بالنسبه للمسلسلات كيكون شويه ديال مارج دو مانور، كيكون واحد هامش ديال باش الواحد كيمكن له يدخل في يربح شويه الفلوس. مي بالنسبه للافلام التلفازيه صعيب دير فيلم تلفازي بالجوده اللي تكون جوده وبديك الميزانيه، ما يمكنش. ما كرهتش شيء. الصباح كان واحد ندوى على هذا على مشاكل ديال الانتاج ومنفذ الانتاج، والسي التازي كان عنده واحد التجربه اللي تكلم عليها مع مكناس. كان جا بغى يصور واحد الفيلم ديالو هنا في مكناس، وابارامون قال لك الجهات المعنيه والمسؤولين ما فتحولوش البيبان، ومشى تورنا في الرباط وصل، لان ساكوت مونشير. وزعما سي دوماج بالنسبه للمدينه، زعما هادي كيكونوا سي دي زوبورتونيتي اللي خص المدينه تستغلهم باش تسوق المدينه، تسوق الاثارات والمناظر، خاصهم يكون عندهم واحد الحس ثقافي باش يساعدوا هاد المنتجين باش يجيو يصوروا عندهم في المنطقه، لان الربح غادي يرجع بالفائده للمنطقه. بيان سور هو نتمناو خير ان شاء الله. لا الا كان شي مشروع غادي نحاول ان شاء الله نفكروا في مكناس. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.